السلام عليكم ورحمة الله. Welcome to Common Arabic Phrases. In today's video, you are going to learn some Arabic jokes. Please remember that all jokes are in modern standard Arabic. Let's go. Sign up today and get your free one-to-one trial lesson with one of our male and female native Arabic tutors at Medina Arabic Tuition Center. No credit card required. كم مرة تحلق كل شهر؟ بل أحلق 20 مرة في اليوم. لماذا؟ هل أنت مجنون؟ لا، أنا حلاق. كم مرة تحلق كل شهر؟ بل أحلق 20 مرة في اليوم. لماذا؟ هل أنت مجنون؟ لا، أنا حلاق. I hope you like this video. If so, please don't forget to like, subscribe, share and hit the notification bell to receive about any new video we upload. كون جملة مفيدة فيها كلمة سكر. شربت الشاي في الصباح. وأين كلمة سكر؟ ذاب في الشاي يا أستاذ. كون جملة مفيدة فيها كلمة سكر. شربت الشاي في الصباح. وأين كلمة سكر؟ ذاب في الشاي يا أستاذ. ما رأيك في أسئلة هذا الامتحان؟ الأسئلة سهلة جداً. إذن لماذا لم تنجح؟ لأن الأجوبة هي التي كانت صعبة. ما رأيك في أسئلة هذا الامتحان؟ الأسئلة سهلة جدا. إذن لماذا لم تنجح؟ لأن الأجوبة هي التي كانت صعبة. هل الثعلب يلد أم يبيض؟ الثعلب مكار يا أستاذ، أتوقع منه كل شيء. هل الثعلب يلد أم يبيض؟ الثعلب مكار يا أستاذ، أتوقع منه كل شيء. لماذا قتلت الرجل بالسكين؟ لم يكن معي مال لأشتري مسدسا. لماذا قتلت الرجل بالسكين؟ لم يكن معي مال لأشتري مسدسا. ما الفرق بين الفيل والحمار؟ الحمار ذيله من الخلف، أما الفيل فذيله من الأمام. ما الفرق بين الفيل والحمار؟ الحمار ذيله من الخلف، أما الفيل فذيله من الأمام. حلمت بالأمس أنك اشتريت لي ساعة. حسناً، البسها في الحلم القادم. حلمت بالأمس أنك اشتريت لي ساعة. حسناً، البسها في الحلم القادم. أريد أن أستعير حمارك اليوم. آسف، فالحمار في البستان. أليس هذا صوت حمارك؟ أتصدق هذا الحمار ولا تصدقني؟ أريد أن أستعير حمارك اليوم. آسف، فالحمار في البستان. أليس هذا صوت حمارك؟ أتصدق هذا الحمار ولا تصدقني؟
لماذا تأخرت؟ معذرة، ألم أقل عد من السوق بسرعة؟ بلى، أنت قلت عد بسرعة ولم تقل اذهب بسرعة. لماذا تأخرت؟ معذرة، ألم أقل عد من السوق بسرعة؟ بلى، أنت قلت عد بسرعة ولم تقل اذهب بسرعة. حول هذه الجملة إلى الماضي. يأكل أبي تفاحة. هذه الجملة، نعم، يأكل جدي تفاحة. حول هذه الجملة إلى الماضي. يأكل أبي تفاحة. هذه الجملة، نعم، يأكل جدي تفاحة. ما وجه الشبه بين الملح والغباء؟ كلاهما يرفع الضغط يا أستاذ. ما وجه الشبه بين الملح والغباء؟ كلاهما يرفع الضغط يا أستاذ. كم مرة تحلق كل شهر؟ بل أحلق 20 مرة في اليوم. لماذا؟ هل أنت مجنون؟ لا، أنا حلاق. كون جملة مفيدة فيها كلمة سكر. شربت الشاي في الصباح. وأين كلمة سكر؟ ذاب في الشاي يا أستاذ. ما رأيك في أسئلة هذا الامتحان؟ الأسئلة سهلة جدا. إذن لماذا لم تنجح؟ لأن الأجوبة هي التي كانت صعبة. هل الثعلب يلد أم يبيض؟ الثعلب مكار يا أستاذ، أتوقع منه كل شيء. لماذا قتلت الرجل بالسكين؟ لم يكن معي مال لأشتري مسدسا. ما الفرق بين الفيل والحمار؟ الحمار ذيله من الخلف، أما الفيل فذيله من الأمام. حلمت بالأمس أنك اشتريت لي ساعة. حسناً، البسها في الحلم القادم. أريد أن أستعير حمارك اليوم. آسف، فالحمار في البستان. أليس هذا صوت حمارك؟ أتصدق هذا الحمار ولا تصدقني؟ لماذا تأخرت؟ معذرة، ألم أقل عد من السوق بسرعة؟ بلى، أنت قلت عد بسرعة ولم تقل اذهب بسرعة. حول هذه الجملة إلى الماضي. يأكل أبي تفاحة. هذه الجملة، نعم، يأكل جدي تفاحة. ما وجه الشبه بين الملح والغباء؟ كلاهما يرفع الضغط يا أستاذ.